سيب العواطف ديك بعيد وانسي ريدك وقولي لي ايه هالفرق بين زول زرع آماله في أقصى ويدي والتاني روح للبعيد واختار يا محبوبة صي حيحصد الأول أكيد والتاني ذا الحال العلي نتواصل أحبتي في رحلة غناوينا. مرحبا بكم في حلقة جديدة. الناس للسجاي يا براجنك
شافي صباحا اناتك في قلوباي تقريك للمجيدك تقيف لي عدل الوقاي يا براجن وريلش للحكاي يا براجن وريلش للحكاي انا يجيب جدا حيقباي تشيل التقدر عليه في النعال فارسي باي مسعاي يا براجنك بلاك البيت شنطعمو بلاك ما بيسوى حباي بلاك ما بيسوى حباي يا بحر سيما قال وكيد نحتاج الرعاي يا براجنك وريد شنو الحكاية صباح حار الصنولي من خير النيل يعيم كل البطاح ما بنلقى في جوف الزمن إلا الغنى الصافي المباح في وسلي الولوفة ومرتع روايع والدبن عوفة وكل الشعراء الميامين هذه هي ربوط الشعر وهي البقعة التي أهدت السودان العلم والعلماء نلتقي فيها بواحد من شعرائها الميامين شعراء الذين قدموا عطاء فني رائع خلال سنوات شاعرنا ياسين محمد عبد الرحمن مرحب بك اهلا بالاخ خالد شبوري السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نحن في وسلي ان شاء الله ربنا يوفقنا طيب نحن في وسلي دي افترضت تكون مدخل لعمل انا اذكر يا ياسين انك ايام ردود بتاعت الشعراء كل زول يتكلم عن منطقته ناس أرقي ناس نوري شايف وقفت قصيدة الكاروري بتاعت كل زول فوق بلده ليقول كل زول فوق بلده ليقول رسالتك كان شنو اليوم حقيقة أنا يعني كنت عايز أخوانا الشعراء يا يشكروا البلد كلها يا يخلوها كلها لأنه في بعض الغرى ما فيها شعراء صح الحكاية دي يعني علمتني شوية بعدين كنت عايز أكتب قصيدة بالمعنى ده لكن خفت يقولوا وأنا شعراء ديل يقولوا ياسين غلبوا يشكر أسلي وقام دار عمل لنا واعظ عايز عمل لنا واعظ قلت لهم لا أنا أول حاجة الباب ده أقفله
قلت لهم كل زول فوق بلده اللي يقول كان كذب كان صيح نسمعه، وكل زول فوق بلده اللي يقول أسلي خير الله وسعوا لرجال النسل الفحول بين سواقيهن وزعوا، سوى في أسلي جنس شتول من صبيط الطير شبعوا. هو يقيف اسمعني يا زول، الكرم هيني هيني منبعوا، والرجال محل ما تطول عن ولادنا مساف تصبعوا، لما تمسأ وتسند قفاك والمعاق بالليل يهجعوا، راغب النجم في سماك فوق ناس أسلي تربعوا، زيهم زي السماك بين سهيل وزحل يضرعوا، وعندهم في الأرض مساكل بفوت حد بيبلعوا. الله ينعل جن الشعير، الله ينعل جن الشعير، ودرنا عشان ودر والرحم بيننا بيقطف بين محر وريدنا عشان ردوا، وكلهم سوا يزرعوا، وكلهم شاتلين النخيل والنخيل بيريد رضعوا. أرقى يا عبد كم القرير، ما في ضيفا جاءوا جوعوا، نوري مليان سرور خير، وفيها شعرانا الأبدعوا، تصبحون على ألف خير، وتمسوا جمنيل ونقيق الضفدعوا، تصبحون على ألف خير. السلام ياسين. الزول لما يكون من بلد فيها أسماء كبيرة من الشعراء يعني زي ود بن عوف، وفي بعدكم برضو في ناس الحبيب، هذا الشاعر الملال الأفاق، وكلهم عمالقة يعني. أيوة. أنت بتحس بتحدي لما تكتب قصيدة؟ أي والله. يعني إنه بتمثل منطقة فيها الناس دي لازم تكون قدر المهمة جدا. أي حتى حاولت يعني أتكلم مع يعني يكون في سجال بينه وبين الحبيب. بينك وبين وصلة رحم في الحزب أبو قليل وخالنا الخال بيدعمي. أيوة أيوة أمه بيدعمي. استوقفتك جزء من قصايده ورديت عليه جدا. هاي لكن الله حصى ياسين انت كثير قاعد تحاول ترد اكثر من انك انت. والله الغنى الكثير بالمئات قاعد راقد. أيوة. لكن الردود دي قاعد يعني بحبها يعني دائما يعني احب. هو ادب المسجلات. ادب غايم بذاته. طيب قلت والله. شنو قلت للحبيب شنو قال يا نعم الرجال والله، يا نعم الرجال والله، نعم الصحبه ديل الذاكرين دلوني لنهر المياه العزبة. في القصيدة فيه يا جن والسعد عزلوك، لا أدوك معاش لا رضبة، ساكت كنت قليل الحيلة لكن النفس مضطربة. قلت له كتار الجنو، كتار الجنو غير شيخ والسعد مطبو، مو جنا قليل الحيلة شيخا كان بيعبد ربه، شيال التقيل التقيل حملوا النوك تنوخ تقندبو، حتى الصافنات وأصيل دربا يمشي ما بيمشي مبو. أجري نادم عسيلي جمر في حشليلي، تفرح بالحزن تطرط نزح لبحرف إليل، حتى الجن يفارق دربه يعمل لي جناه حسابه شان ما ينسى يتحاسبه. بعض الذاكرين لله في ملك الجنون يتخبوا، يأمر تلقاه الناهي تبراه الملائكة تحبه. يا حليل الزمان يا خلا ديل لو طاروا عنده يخبوا، لحاق البعيد ما دلا عيان السنين بيطبوا. بين ساق السعد والباسي عشرا كان يهوهي وكلبو، أجواد والعلاج مو قاسي قندولا يحترب وحبو، في وادي بسدير هيل شربة عقبت الجن أخور الدمبو، ما ساس القزاز ودعبة حد ما مس جن في الكمبو، كان شيخ والسعد بيطبو تحت تمر المتكي جريدو، في الشايلين قفافو يعبو والطو واليسق بيقيدو، في واطات تاني يكبو، كان شيخ والسعد بيطبو، معروف العمر عن سيدو ما أداه زول العبو، لكن التريد تريد والتاباه مبتف خربو، يا رب الحبيب زيدو في تغواه واغفر زنبو، انتك في المسيد يا عابرة كل زولا يريح جنبو، كان صادق معاك يا عابرة يشهد رب كنين يا علمبو، لا طاف في خياله جبابرة لا حقق من البح لمبو، لا طاف في خياله جبابرة لا حقق من البح لمبو. تسلم تسلم ياسين، ونحن سعدنا بك حقيقة والله في هذه الاتكاء البسيطة. نحن ده حتكون معانا في مشوار حلقاتنا دي بقصايدك الجميلة والرنانة، وسعدنا كثير يعني انه يعني تحاورنا معاك وقدمناك للناس، وانت حقيقة جدير بهذه. الله يكرمك والله، انا الاسعد والله. تسلم تسلم الاحباب الكرام. كنا مع ياسين محمد عبد الرحمن، صوت شعري من أسلي له مساحات الرحيب القدم فيها عطاء والوافر، ونلتقيكم ان شاء الله في مساحات جديدة.
مراسيك وين عشان ارتاح وعوض قلبي عن صبره ومعاك احصد من الافراح حصاد زولا زرع عمره انا جايك كل جراح منايبة الفتك يبرو ولاقي ما قامته مسافة السكة مهما الطول برضو مصيري ارجع ليك وبرضو مصيرنا نرجع ليكم في غناوينا رحلة منحنى النيل. كانت والحزن أكد مسيرته وراي وراي دي الفرقة كانت والحزن أكد مسيرته وراي وراي وأنا نأوي آه جسن لألم تهلا بكم بكم اخترت من بعد الشجن افرح هواكي بلا هواي اخترت من بعد الشجن افرح هواكي بلا هواي عارف بلا لا لك وطن لا لك وطن لا قصد في بعدك عزاي الزمن زي ما علي بكم بكم السقلات 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 عجز البدن شاخت مشاعرنا في صبا عسق الله عجز البدن شاخت مشاعرنا في صبايا
طريق خطاك ماشيا لعيش عصايا مشا خطاي لعيش أنا خطاك مشيا لعيش عصايا مشا خطاي بعدت عيونك عالرؤاي واحلم نديك راحة السودان السودان واصبح غرامك لسواي الزمن زي ما شجاك نزعت شجاي علي عينيك بكن 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 عينيك بكن يمونا لا من قد كفا أحبابنا داخل وخارج الوطن العزيز، كنا وكنتم في حلقة من غناوينا، نتواصل ونلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة.